الآن وصلنا لفقرة تعالوا نتحدى. طيب بالنسبة لتحدي اليوم في إمارة الفجيرة مشاهدينا الإماراتية، وفيها حبت زميلتنا رندا ناطور أنها تجمع بين حاجتين، خوض تجربة جديدة وكسر حاجز الخوف والفوبيا اللي بداخلها من أعماق البحار، ومن خلال الغوص لأول مرة ولمسافة 8 أمتار. نتابع. من الصباح الباكر بدينا رحلتنا ومغامرتنا، وهالأسبوع كانت مغامرة مش عادية. وجهتنا كانت لأرض عمالقة البحار، هاد اسم مدينة الفجيرة قديماً، المدينة الجميلة بتتميز بسهولها وهضابها وجبالها العالية وأطلالتها على بحر عمان. صباح الخير. صباح الخير أحمد، أخبارك إيه؟ كيفك أنت؟ تمام؟ الحمد لله. مستعدة للبحر اليوم؟ إن شاء الله. كله جاهز؟ كله تمام؟ تمام. هنتحرك إن شاء الله ناحية خرفكان، هتبقى حوالي 20-25 minutes من هنا لغاية ما نوصل للدايف سايت بتاعنا. وانس إن إحنا وصلنا الدايف سايت، الآبب بتاعنا هيمي حاجة اسمها أنكور. الأنكور بيبقى موجود على الساند، وهنبتدي إحنا بنعمل الدايف بتاعتنا. المكان ده بيبقى شالو ووتر، الماكسيمم ديبس بتاعه 5 متر، عشان نقدر نبتدي نعمل عليه المهارات بتاعتنا اللي هنقدر نستعملها في الدايف اللي احنا هنعمله. اوكي. جاهزه؟ جاهزه. يلا بينا. يلا بينا. اوكي. بصي، احنا السود بتاعتنا بتتلبس، السحاب بيبقى من ورا، بنحطها كده رجلينا الاول، وبعد كده بنلبسها بس من النص عشان الحر وكده، فاحنا بنخلينا لابسينها اوكي، وبعد كده لما بنيجي ننزل بنقفلها. اوكي. اوكي. بس عايزك تبقي تقيسي الدي سود بتاعتك. اوكي. بيخش يقيسيها. اوكي. تعالي اقيس لك البي سي دي بتاعك. ده هنقيسه، بنلبسه زي البدله بالظبط، زي الجاكيت. ايوه. اوكي. هنا بس نسكر هاي. اوكي. هاخد لك الريجليتور بتاعك. اهو. ده اللي احنا بنتنفس منه. تمام. الشوز عشان لما نلبسه دي بنرجعها لورا كده. نحط فيها رجلينا. تمام. وبعد كده بنحط الماسك في وشنا وبنعمل انهيل ونبص لتحت، المفروض يبقى فيت على يور فيس ما يقعش. اوكي؟ يلا. ايوه. بص لتحت. ايوه جميل، بس ما بيقعش. شفتي؟ من غير حتى الاستراب. طبعا بعد ما اخذت كل التعليمات صار وقت عبي الاستبيان الطبي الخاص بكل شخص حابب انه يخوض تجربه الغوص لضمان الامان والسلامه. رحلة استغرقت 20 دقيقة قبل ما نوصل للمنطقة المخصصة للغوص، وأكيد كان في تعليمات أساسية لازم أعرفها قبل ما ننزل. أحمد، إحنا وصلنا على المكان اللي حنغوص فيه، شو الستبس هلأ اللي لازم أي غواص يعرفها قبل ما ينزل؟ طيب، هو الستبس إحنا أولاً بعد ما هنحط السوت أون وحنبقى جاهزين تماماً، هنعمل أسمبل المعدات بتاعتنا. بس هفكرك بالحاجات اللي عملناها في السويمينج بول امبارح، زي الهاند سيجنال اللي هنستخدمها تحت المية. تمام. دي يعني إيه؟ نطلع فوق. ايوه بالظبط، كل الناس بتفتكر ان دي اوكي، دي مش اوكي، دي نطلع فوق زي ما انت قلتي. داون رايت اند ليفت، دي السيجنالز بتاعت الاتجاهات. دي يعني اوكي. اوكي. لو عندك مشكله هتقولي لي عندك مشكله ازاي؟ كده كده عندي مشكله. ما تقوليليش عندك مشكله وتسكتي، لازم تقولي لي عندي مشكله وتقولي لي عندي مشكله فين. حديث أكثر عن هذا الموضوع مشاهدينا وهذه المغامرة معانا صاحبة المغامرة رندا. حياك الله يا رندا، صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا. أهلا فيك. ومعانا مدرب الغوص أحمد رمضان. سعد صباحك وحياك الله، وأنت كبير مدربي الغوص. صباح النور. أهلا بيك، كل سنة طيبين. وأنت طيب يا غالي. خلينا نبتدي معاك رندا، إيش اللي يميز هذه المغامرة بالنسبة لك؟ وإحنا ذكرنا للمشاهدين أنه أنت عندك فوبيا
يعني فوبيا حقيقية 100%. ما شاء الله، ولا على ولا كأنك يعني وضعك بالتقرير خلتها منطلقة على الآخر. أكيد شكرا للكوتش أحمد، وأحمد ولارا كانوا كتير مسهلين علي الموضوع بأثناء الغوص. بس الفكرة هاني هو أنا عندي فوبيا من أعماق البحر، يعني مش السباحة، أنا بسبح منيح. فالفوبيا هاي جتني وأنا صغيرة، ونحن دائما هون بالبرنامج بنطلع انه كيف تكسر الفوبيا. نعم، شو نعم، لازم نعم. تعمل، لازم تواجه الشيء اللي بخوفك. صحيح. انا اخترت تجربه الغوص اول شيء عشان شيء كثير حلو وممتع، وثاني شيء كمان بنفس الوقت مشان اكسر الخوف والرهبه اللي كانت عندي. في لها سبب هذه قبل تعرضت لشيء؟ تعرضت لحادث غرق مره وانا صغيره. ومره وانا كبيره التيار اخذني رماني هيك كثير بعيد، فصرت خاف اني اروح ل يعني اسبح او غمة أو انزل تحت المي. بعدين بلس أنا كتير بخاف من، تضحك علي، من السمك والشارك أكيد، بس السمك بخوفني كمان. يعني وضعك طبيعي، الكل يخاف من القرش. وضعك طبيعي. بس يعني الأعماق، الكل يخاف من الأعماق، والقرش الكل يخاف. الحمد لله طبيعية. الحمد لله. يعني الحمد لله، وراح تعيشين إن شاء الله. الحمد لله. راح تعيشين. دكتور عفوا أستاذ أحمد، بالنسبة للرندة، هل تعبتكم أنتم لما كيف تتعاملون مع الحالات، الناس اللي أغلب الناس عندها خوف من الغوص، في أفكار نمطية، في خوف من يعني التصرف في الأعماق، فكيف كانت معكم رندة؟ هي بالنسبة لحد أول مرة ينزل يعمل تجربة الغوص كانت كويسة جدا وشاطرة جدا ما شاء الله. بالعكس رغم الفوبيا اللي عندها، احنا عشان نكسب الموضوع بننزل معاها المسبح الأول اللي هو سومينج بول، بنعمل معاها المهارات المطلوبة اللي هي تقدر تستخدمها في البحر لما تنزل البحر. بالعكس ما شاء الله كانت كويسة وبتعمل مهارات من أول مرة. لما راحت البحر كانت طبعا زي ما حضرتك قلت، وهي قالت الخوف العادي الطبيعي بتاع اي حد. نعم. بينزل البحر الاول مره مش عارف ايه اللي هيشوفه تحت. نعم. لكن اول ما نزلت وابتدت تشوف الاسماك وبقت الدنيا كويسه، ونزلنا من اول مره نزلت 8 متر يعني ما شاء الله من البدايه. نعم. بقول لك لما نزلت وشافت الاسماك، هو مبدئيا انا لما نزلت انا قاعده بس عم راقب. في سمك، في حدا. حتى السمك الصغير يخوفك؟ مش الصغير. بس لانه برضه نحن عندنا مشكله من الافلام بنشوفها والقصص العجيبة دائما بتشوف انه سمكة بيكون شكلها حبوبة وأليف، بس فجأة لما تقرب عليها تطلع يا مفترسة يا اما سامة يا اما فيها شيء. فشخص بالنسبة لأنا او ناس غيري، يعني اذا انت بتنزل على اعماق البحر في عندك شعور كثير مخيف ورهبة، لانك انت مو عارف شو اللي انت نازل تشوفه تحت المي. نعم. فبتضل مجهول، كله مجهول، كله مجهول، مش مثل برا بتعرف انه هذا اسد ولا هذا ذئب، يعرف. فشوي صعب الموضوع. طيب احمد، اي شخص قادر انه هو يغوص، ولا في مواصفات معينه للشخص اللي حاب يمارس هذه الرياضه؟ هو الموضوع بينقسم لحاجتين. اول حاجه لو شخص عايز يجرب بس الغوص زي ما رندا عملت، ممكن ده بتبقى تجربه لمده يوم واحد. بتنزل المسبح الاول عشان تتعلم المهارات، وبعد كده بتنزل البحر. دي مش ما فيهاش ليها اي شروط غير ان يكون حد اكبر من 10 سنوات. نعم. بس لكن لو هو حابب يتعلم بقى الغوص كغوص ويبقى عنده شهادة، ده بيبقى بياخد وقت شوية، بياخد يومين في المسبح ويومين في البحر عشان يتعلم كل المهارات ويبقى لمدة كم؟ أربعة أيام. يومين المسبح ممكن ياخد الشهادة على طول. هذه شهادة أهله إنه معتمدة، ينزل 18 متر في أي مكان في العالم، مع طبعا مع بادي، مع حد زميل لي يعني. لازم يكون سيرتيفيكيت. بما يخص الفوبيا أحمد، يعني في كثير من الناس يخافون من الماء بشكل عام مثل رندا، برأيك كيف يقدروا قادرين إن هم يتغلبون على هذا الخوف ويكسرون هذا الحاجز ويمارسون يعني هواية ورياضة من أروع الأشياء اللي ممكن يمارسها الإنسان؟ اللي احنا بنعمله ان احنا بناخد الطالب أو الستودنت أو المتدرب اللي حابب يجي يتدرب معانا، بننزله الأول مسبح مكان هو يقدر يقف فيه. يعني حتى لو هو تحت المي بس واقف، أول ما يقف يبقى بره المي خلاص. نعم نعم. فبيتعلم الأول إزاي يتنفس، بناخد الطالب واحدة واحدة، تعلم ازاي يتنفس الاول، بعد كده يتعلم ازاي يعمل المهارات بتاعته تحت الميه، حكايه ازاي يمشي تحت الميه زي اكن حد بيتعلم السواقه. نعم نعم. بيتاخد خطوه خطوه، هو يفهم الموضوع. هو يقول لك في مثل يقول لك انه الغشيم يغرق بشبر ميه. مظبوط. لكن لانه هو مش فاهم الفكره يفهمها اكثر. دي حقيقة. بالنسبه لك رندا، كيف شفت التجربه؟ هل ممكن يعني تعتمدين هذه الهوايه وتكون
شيء من ضمن الأمور اللي تمارسينها في الحياة؟ صراحة أنا كنت عم أقول له حتى لكوتش أحمد، أنا لو ما رجعت على طول غصت قريبا بعتقد أني ما أرجع أنزل مرة تانية، لأنه بمجرد الكلام معه أنا على التليفون ويقول لي البحر وشارك ترتفع حرارتي، يعني هو الموضوع صراحة مش سهل يعني والله مو سهل، بس هي عن جد التجربة جدا جميلة، يعني الإحساس أنك أنت تحت المي وعم تشوف كل هاي الأشياء طبعاً. لا لا شيء كثير رائع. ممكن كوتش أحمد شكرا جزيلا. شكرا. وإن شاء الله تجمعنا فيك لقاءات قادمة بإذن الله. إن شاء الله فرصة سعيدة. وإحنا أسعد رندا، شكرا لك على هذه المغامرة، وإحنا بانتظار إن شاء الله تحديات ومغامرات في أفكار جديدة. في هايكينج، في كايتينج، يعني حسب هايكينج كمان. عندك فوبيا من المرتفعات؟ هلا هذا الوحيد اللي عندي فيه فوبيا، الأمور الثانية كلها تمام. ممتاز، إحنا بانتظار الجديد إن شاء الله. شكرا لك. شكرا.